اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليكي، الحمد لله تمام. يعني شهادتك اكيد مجروحة يعني، بس تقول ايه طبعا النهاردة لبنوتك الحلوة؟ لا، هحاول ان انا هبعت معاها بيانو بقى في الانترفيو اللي جاي، عشان دي لو غنت على البيانو هتبقى احلى من كده كمان. حضرتك اكتشفت ازاي موهبة هنادي، خاصة ان حضرتك مكتشف ناس كتير قبل كده؟ شوفي، انا الوحيد اللي ما رضيتش يعني يكون رأيي معاها في البرانش ده او الكارير ده لفتره كبيره قوي. يعني انا اكتشفت هنادي فعلا وهي صغيره، عندها 5 6 سنين، تقعد على البيانو اوف وتنحر كده ومش عارف ايه وتزاحمني، طب قول لي دي، طب قول لي دي، وتتعلم قطع من مقطعات موسيقيه وتحاول تتنتنها برضه وتتنتنها ببقها كده. فحسيت انها ايه، يعني ودنها كويس قوي مع البيانو وحاجات كده، فسبتها لحد ما هي تختار. يعني ما رضيتش اوجهها، قلت لما تختار الاختيار بتاعها يكون نابع من ارادتها هي، صحيح مش يعني مش مسيطر عليها من اراء اخرى يعني. صحيح. طب ايه راي حضرتك في نوع المزيكا اللي هي بتقدمها؟ يعني طبعا في اختلاف فظيع بين مزيكتك الكلاسيكيه اللي اتعودنا عليها طبعا ومزيكه طبعا. الجيل دي، بس ايه رايك في المزيكا اللي هي مختاراها لا، دلوقتي؟ هقول لحضرتك، يعني هي نادي اولا معجبه قوي بالاصوات الاوروبيه والامريكيه والحاجات دي، متاثره متاثره فيها جدا. فعلا، وكانت يعني من ضمنها سيلين ديون وحاجات ناس حد يعني ناس كتير قوي مارست الغناء الفرنسي والانجليزي يعني كده. بحس انها وساعات برضو تميل شويه للشرقي بس مش كله. يعني هي بس كانت مثلا حبيبتها قوي، او الله يرحمها كانت ذكرى، ذكرى كانت تشيل على ظهرها كده وتمشي في الارض بيها وبتاع من صغرها يعني، فكانت بتحبها كشخصيه، كشخصيه ذكرى، وايضا بتحب صوتها كمان. فهي جذبت للغناء الشرقي الطربي قوي زياده عن اللزوم، بس هي مش يعني مش غاويه بغنيه، مش حابه ده. هو حضرتك طبعا مش اكيد حابه. مش هتجبرها على لاين مش لا بتاعها طبعا، اكيد. لا طبعا، هي بقى هي حابه الغناء التعبيري ايوه اكتر، حابه التمثيل ايضا. يعني هي فيها النزعه دي، وقلت بقى خلاص انا يعني هسيبها لرايها ونشوف ان شاء الله. لو ربنا وفاها في هذا الكارير خلاص ان يبقى شاء ده الله. شيء. طب ما فيش مشروع كده، حاجه انتوا الاثنين مع بعض بينكم كده، يا ريت رؤيه يبقى شرف كده ليا تجمع بقى، ما بين الجيلين ده يبقى شرف يعني؟ ليا بقى. هيحصل بس هي ترضى. لا هي هتفضل، هي وانا مجرد ما حضرتك هتقول لها اكيد وانا هتفضل. اقدر، بس ده يبقى شرف لي. انا مستنيك تلحن لي والله من بدري، عملت يا لحن حبيبتي للناس يا كلها حبيبتي. وانا لا. ايه ده، احنا محتاجين ده يعني، احنا لا محتاجين ان ان شاء احنا الله، نجمع ان بين شاء الله جيلين، خاصة ان الرؤية ما بينكم هتعرفوا تقربوها وتوصلوها جدا، ما فاحنا فيش فعلا شك محتاجين طبعا. ده. لا، هنادي ذكية جدا، بتلتقط بسرعة وفي نفس الوقت بتحفظ بسرعة، وبعدين بتعجبني كمان في العزف على البيانو زي ما انت قلتي في الاول الحديث، يعني شهادتي مجروحه، انما بصراحه بقول بمنتهى الصدق، يعني ساعات مثلا تعمل كوردات اكور لوحديها تالفه من راسها فبيطلع حلو لا يعني لازم مره مستقر. بقى يبقى في حبيبي بيانو كلها واخدها حضرتك منك معانا ان ان شاء شاء الله. الله. انا قلت لك بعد كده هبعت باك بيانو معاكم، عشان الاستوديو فيهوش بيانو هبعت بيانو معاكم ان شاء لا الله. لا ان شاء الله المره الجايه يبقى معانا بيانو وتبقى حضرتك منورنا ان شاء الله. ربنا يخليك الله ان شاء يخليك. الله. ليه ميرسي شرف، جدا لتليفونك ليه شرف، ونورتنا وهي في منورانا ربنا جدا. يخليك، ميرسي، موفقين اتفضل. ان شاء الله الله. يخليك، ليه، اتفضل. مع السلامه، مع السلامه. ايه ايه بجد، يعني ده حبيبي في ده، امل، في امل ان احنا تعملوا حاجه مع بعض. ده انا مستنيه اليوم ده يا جماعه. خدتي نفسي اعمل، انت خدتي كده وعد، انا خدت وعد وعد. اون اير يعني، ميرسي يا خلاص جماعه ما ينفعش، بجد لازم تبتدي طبعا، لازم تتظبطي.